أكد الحساب الرسمي للسفارة السعودية في إندونيسيا أن السفارة ومكتب الخطوط السعودية يعملان على إيجاد حصر سريع للرحلات التي جرى إلغاؤها من جاكرتا إلى السعودية. أشار الحساب إلى توجيهات القيادة باحتواء الموقف والوقوف مع المواطنين لحين إعادتهم إلى السعودية، وكشف الحساب عن تأمين السكن لجميع المواطنين والمواصلات من المطار إلى الفنادق التي جرى حجزها لإقامتهم، بالإضافة إلى توفير كافة التسهيلات حتى عودتهم إلى السعودية. عبر الهاتف ينضم إلينا من جاكرتا السفير السعودي عصام الثقفي. سعادة السفير، مرحبا بك معي في نشرة الرابعة. الآن إلى أين وصلتم في مسألة الرحلات المتوقفة وإجلاء السعوديين من إندونيسيا؟ حياكم الله، أهلا وسهلا بكم. في الحقيقة هو كان مجدول رحلتين اليوم من جاكرتا إلى المملكة جدة والرياض، ولكن في آخر لحظة بعد وصول الركاب يعني بلغنا بإلغاء الرحلتين. كان هناك تكدس للركاب في مطار جاكرتا، أكثر من 800 راكب تقريبا تجمعوا، ولكن أيضا في نفس الوقت كان هناك توجيهات عليا من القيادة سلمها الله ومن سمو وزير الخارجية باحتواء الموقف. كان وقوفي مع المواطنين في مطار جاكرتا وطمأنتهم بأننا سنكون معهم إلى آخر لحظة. طبعا الظرف ظرف عالمي وظرف خارج عن كل الترتيبات، ولكن اهتمام القيادة واهتمام وزارة الخارجية والمسؤولين في وزارة الخارجية باحتواء الموقف، بلغناهم بأنه سيتم إسكانهم جميعا في فنادق هيئت لإقامتهم ومواصلات من المطار إلى هذه الفنادق. العدد كان تقريبا حوالي 800 أو أكثر من 800 مواطن، وزعناهم على أكثر من 3 فنادق، حوالي 450 غرفة احتوتهم، وهم الآن إن شاء الله آمنين مستقرين في الفنادق وفي انتظار التوجيهات برحلات إن شاء الله، يعني تخصيص رحلات لإكمالهم إلى أرض الوطن بإذن الله. شكرا جزيلا لك من جاكرتا السفير السعودي عصام الثقفي.